نحن اليوم في سوق مدينة إدلب، الحمد لله مثل ما انكم شايفين في زحمة كتير بالرغم انه الاسعار غالية، الناس عم تشتري ألبسة العيد، الناس كتير فرحانة ومصطحبة اولادها معها. موضوع الغلاء مأثر شوي على الناس الموجودة هون، لكن الحمد لله الاقبال كان كتير كبير، وإدلب معروفة في كثرة المحلات اللي فيها، الناس من الريف بتقصدها. مثلا انا ابن معارض مصريين، اليوم جاي انا على مدينة إدلب مشان اشتري من اغراض، وكل عام وانتم بخير وان شاء الله كل عيد وهالبلد امنه مطمئنه باهلها وناسها وسكانها. كل عام وانتم بخير وينعاد على جميع الأمة الإسلامية. والله الأسواق تمام والأسعار يعني شوي غالي، بس في يعني انه شيء متوفر دائما، والحمد لله هاي يعني أول سنة بنشعر فيها بالأمن والأمان. بيمر على الشعب هون المحرر انه ما في تهجير جديد، فضل الله انه ما في تهجير، في استقرار عنا فضل الله، الله حمانا من كل الامراض، في اجواء عيد، في امور كثير ماشي، العالم مرتاحه نفسيا، صار في عنا كهرباء من جديد، الامور لتطور، يعني بقيه البلدان عم تعيش حالات يعني ما في استقرار، نحن هون في استقرار والشعب مبسوط وعايشين اجواء العيد. يا جبار يا رب، يا جبار يا رب.